كنا عايزين نعرف احساسك وان بلدك واخد الخامس على مستوى الجمهوريه. احنا كلنا اسعد يوم علينا النهارده بالنظام اللي احنا شفناه. بتعرف بحضرتك الاول؟ محمد الخولي، شركه مياه الشرب والبحرية. احساسك ايه بقى والخامس على الجمهوريه من بلدك؟ والله ده اول جار ليا يعني، واول فرحه لنا هنا ان شاء الله يعني. مبسوطين كلنا والبلد كلها فرحه، لانه هو اساسا محترم وادب واخلاق، متربي بالاخلاق والادب طول عمره يعني ان شاء الله. اتفضل. احساس حضرتك وخامس الجمهوريه من عند حضرتك، بس عرفني اول بحضرتك. انا اسمي جمال محمد حسين، عم الطالب احمد احمد حسين، رئيس قريه الوحده المحليه قريه ديروت. احساسك ايه يا فندم والخامس على الجمهوريه من عندكم؟ مبدا طبعا الرجل طالب مجتهد، كنا نتوقع منه انه يجيب الاول مش الخامس، الاول لانه اصلا مجتهد طول عمره وشاطر في الامتحانات وقريب بيذاكر وعنده دروس وما يمكن ان يقعد ياكل الا اذا ايه خلص الدرس اللي يجي من المدرسه خلص الاول. صراحه اسعد يوم يعني، فهو طبعا احنا سعداء جدا بلقائه وبالنتيجه ديت.